فرح مع التسارع التكنولوجي اليومي والأفكار اللي عم توصل للأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي عم يبرز دور الأسرة بشكل مباشر للسيطرة على هذه الأفكار الواصلة، لكن بطبيعة الحال أيضا هناك دور للمؤسسة التربوية لتكون شريك بعملية ضبط هذا الموضوع. لنحكي أكثر عنه أكيد معنا رندا علي ديب، أخصائية أسرية وتربوية. صباحك يا رندا. صباح الخير. بخير. أنت بألف خير، سنة حلوة. كيفك إن شاء الله. رندا اليوم؟ تمام. صباحك. رندا اليوم عم نحكي عن أكثر مخلوق هو حساس وقادر إنه يكتسب بأسرع وقت ممكن وبأسرع طريقة. اليوم الطفل عم يكون بأدق التفاصيل، إن كان بالبيت، إن كان بالمدرسة، إن كان بالمؤسسة التعليمية التربوية، كتير جهات عم تتدخل بهذا الطفل. لأي حد هي شغلة إيجابية ممكن تكون تعدد السلطة عند الطفل، ولأي حد ممكن تكون هي شيء سلبي. هلا نحن دائما خصوصي بهي الظروف اللي هلا عايشين فيها، خصوصي بحكم انه في كثير اسر انتقلت لتعيش مع اهلها، فعم بيكون بالبيت الواحد في عده اجيال، عم بيكون في جيل عادات وتقاليد كثير صارمه، بتلاقي جيل متوازن بيكون معتدل بالتربيه والعادات والتقاليد وكل الشيء مكتسبه بطفولته، وعم بيربي جيل صغير اللي هو صاير عندنا مفهوم خاطئ كثير للتربيه الحديثه له، فبنتبع بهذا الموضوع بيعيش بقى بهذا الصراع بهالثلاث اجيال اللي بالبيت الواحد. من هون بتطلع تعدد السلطه اللي بتسمح الام فيه الاب بيرفضه، اللي الاب والام بيتفقوا انه لا، بتلاقي الست والجد سمحوا. هون تبلش بقى تدخل مفاهيم غلط، هون نحن بننسى تماما، بصير منعيش هذا الصراع الداخلي، بننسى تماما السلطه الخارجيه اللي عم تاثر بشكل نحن ما عم نقدر نضبطه. طبعا. على ابننا اللي هو ممكن الموبايل، ممكن الانترنت، اليوتيوب، المدرسة، الرفقة، طبعا الاصدقاء بالمدرسة، البيئة والوسط الاجتماعي اللي انا حاطة ابني فيه، هل هو بيشبهني ولا لا، هاي كلها سلطة خارجية انا مالي سلطة عليها تماما كأم ولا كست او جد قايمة بمهمة تربية طفلي. لهيك دائما نحن بنقول لهم لازم يكون في تعاون لنضبط هذا الشيء. دائما انا مو بس بفكر على المدرسه او الروضه اللي قريبه من بيتي، بفكر اللي بيئتهم واهاليهم بيشبهوني. كثير نحن بنشوف انه ام رفيق ابني عم تربيه بعادات عن بعد اكثر مني انا كأم بشيء، بمجرد اني مثلا انا اسمح لا مثلا ابني احطه مثلا على اليوتيوب اوقات معينه بشيء ما عليه كنترول، فبالمقابل رفيقه صار بده يكون مثله لانه عم بحس حاله ما عم بيواكب، عم بيقعدوا رفقاتي يحكوا بموضوع انا ما عم بقدر اكون مشاركهم، او عم بيضحكوا علي انه انا ما بعرف هاليوتيوبر مثلا، او خصوصي بفتره المرحله الابتدائيه والاعداديه، بعدين ببلش بقى بيصير بياخذ توجه ثاني. هذا نحن اكيد ما حيكون عندنا الكنترول الكافي، لهيك من المراحل الاولى بنحاول نزرع هاي الثقه ونحاول نزرع التربيه الحديثه الصح مو الخاطئه اللي نحن اخذين عنها فكره للاسف خطا. طيب رندا، يمكن حكينا عن سلبيات تعدد السلطات على شخصية الطفل مثل ما حكيتي، لكن خلينا نحكي عن دور المؤسسة التربوية. اليوم الطفل المدرسة أخذ جزء من حياته، يعني مثلا الأم الموظفة ما بتشوفه 3-4 ساعات لابن ما ينام، فهي الوقت الأكثر عم يقضيه بالمدرسة. اليوم قدامهم دور هيك مؤسسة تربوية بتكوين شخصية الأطفال وتقويم يمكن هل تعدد السلطات السلبية ممكن تلاحظه يمكن أي مدرس؟ تماما. لما بيكون دائما الأهل بيكون في عندهم مثل ما نحن بنحكي بالمصطلح العامي إنه الطفل أخذ وشع أهله، ولكن لما بيكون في دور أو مثال بيحتذى فيه بالمدرسة اللي هو المعلمة، الموجه، المشرف، رفيق له، نحن دائما بنقول لهم انه دائما لما نحن نفوت على الصف نحاول نخلط بيناتهم، نحط اللي شاطر كثير جنب اللي شوي بده دعم، اللي كثير معتد بنفسه، بنحاول نعطيه مهام يقدم فيها خدمات لاطفال ثانية لحتى يصير هذا التوازن. من هون نحن بتجي هاي السلطة المدرسية بطريقة كمان غير مباشرة وبطريقة كتير إيجابية، بيصير دائما بتلاقي الطفل بيقول ايه انا المس ما هيك قالت لي، او انا المعلمة نبهتني اليوم انه انا مثلا نام بكير،
فهذا دائما بيكون له فعاليه اكبر من ملاحظات الاهل، لسبب كثير بسيط انه مثل ما قلت هو بيقضي وقت منيح مع المدرسه ومع رفقاته، وفي هي المنافسه مع الاقران، لما ثاني يوم تجي تسالهم معلمتهم سؤال فحيتلاقي عده اطفال مثلا التزموا بالواجب، التزموا بالدرس، في عادات التزموا فيها، هي كلها كافيه وكفيله لانها تدخل بصلب تربيه الطفل بعيدا عن وجود الاهل، ولكن نحن اكيد نحن بنشاركهم وبنخليهم على اطلاع دائما لما بيكون في مشاكل سلوكيه عند الطفل، نحن كثير بهمنا لما نتبع طريقه معينه بتعديل هذا السلوك نطلع الاهل عليه ونقول لهم انه انا وانتم رح نشتغل بنفس الطريقه لمده مثلا شهر لمده شهرين حسب السلوك وحسب قد ايه متكرر وقد ايه ثابت عنده، فهي دائما اساسيه ويا ريت تكون متواجده بكل الاماكن التربويه، ويا ريت تكون في تواصل من الاهل، نحن غالبا الاهل ما كثير بيكونوا متفاعلين او ما بيتقبلوا انه يجي جهه خارجيه هي تتدخل بتربيه الطفل. رندا، يعني مرينا مرور الكرام على موضوع اوقات الست والجلد اللي هن احد اطراف السلطه يلي ما فينا ننكرها، كثير من اللي ما بنقدر ابدا ابدا كثير من الامهات مثلا بيرفعوا شعار انه ما حدا مثلا يتدخل بتربايه ابني، هذا الشيء اللي بنشوفه كثير، بعض الاولاد عم بيضيعوا بين صرامه الاهل وسهوله ودلال الست والجد، كل حدا عم يتعامل مع الطفل بطريقته هي، هون قد ايه ممكن هذا الشيء ياثر على الطفل وكيف فينا نعمل هي المشاركه بطريقه ايجابيه وتعطي الطفل خبره بدل ما تشتته؟ للاسف هي اكثر مشكله انا بسمع فيها ودائما بتشوف كثير مشاكل من هذا النوع، انا دائما بقول لهم بنصح انه لان ما بيكون في ثبات، يعني الام يمكن ما ذكرتي لما بتجي بتقول انا ما حدا يتدخل بتربيه ابني فهي ما لها ثابته، مثلا هي يكون عندها شغل فبفتره هي مثلا وجودها او انشغالها خارج البيت اكيد الطفل بده ياخذ سلطه من شخص ثاني، لهيك انا بنصحهم انه دائما لما بنلاقي في مشكله نقعد عليها انه تعالوا نتفق كلياتنا اذا تصرف هيك رح نعمل هيك. دائما لما انا بدي اوجه ملاحظه لابني ما اوجهها ضمن مجموعه، لانه دائما الست والجد بيصيروا بعمر معين بيتعاملوا مع الحفيد انه كل شيء مسموح، لانه ما كانوا هيك يعاملونا، انه انا ما كنت هيك تعاملني، كيف هيك عم تعامل ابني وتسمح له؟ دائما هذا مثل ما ذكرنا بدايه الحديث صراع الاجيال تبع انه انا لما كنت قدك ما كنت اعمل هيك، في تغير، في تعديلات، في شيء خارجي عم بيتدخل فينا، نحن كثير لازم نعمل كنترول عليه، حلو كثير نحافظ على عادات وتقاليد والاخلاق اللي ربيوا علينا عليها اجدادنا وربونا عليها، حلو كثير نزرعها بابنائنا، ان شاء الله لو نبلش بمساعده، ان شاء الله لو نبلش بنوع من الانواع المشاركه بشغل اعمال منزليه مثلا. هاي التفاصيل على بساطتها بتزرع الاحترام والمحبة بالطفل، بتخليه لما يكبر شوي لما أنا أجي أقول له مثلا هاي المشوار ما في تروحه وما حنتناقش هلأ ليش مثلا لبعد بساعة لتهدأ أو لحتى تروح هالانفعال من عليك، ما أنا واجه رد فعل من طفلي يكبر المشكلة وأطلع على النطاق، يطلع على نطاق السيطرة. نحن من الأعمار الصغيرة بنحاول ندرس هذا الحوار. من أي عمر تقريبا فينا ندرس؟ أنا بقدر من عند 3 سنين أقدر أفتح الحوار، طول ما طفلي بلش يقدر بيحكي بطريقة منيحة بقدر أنا أعمل هذا الكنترول، أفتح هذا الحوار، أخذ رأيه بأشياء، وبنفس الوقت في خطوط حمراء ممنوع الاقتراب عليها، ممنوع. نحن للأسف التربية الحديثة هلا اللي الكل عم بياخذ الجزء السطحي منها انه انا لازم انا بتربيتي الحديثة اعطيه حرية، لا، في حرية لها حدود، كلياتنا حريتنا بتوقف عند حرية الشخص الآخر، لازم يكون في حدود، لازم يكون في اخلاق أساسية نحن ربينا عليها، في عرف قائم بالبيت، في صح وفي خطأ، ما دخل التربية الحديثة والله انه انا كل شيء مسموح ولا يكون هالصرامة اللي كل شيء لا،
يطلع بقى ما يعود يتمرد الطفل بمرحلة معينة من العمر. دائما يكون في توازن، يكون في حوار إيجابي. أحيانا نحن نوصل بحوارنا للجدل، بيصير الطفل بجادل بطريقة غير منطقية. هون ضروري نحن نحط حد لهذا النقاش وننقل بنشاط تاني. أبدا ما بكون أنا قللت من قيمته أو كسرت من مهاراته أو من إمكانياته أو ضعفت من شخصيته. أبدا في توازن بكل شيء، لأنه خط كتير رفيع بين الاحترام والحرية اللي ما لها مدروسة وبين العرف الأساسي اللي نحن لازم نمشي عليه ونضل نحافظ عليه لأجيال تانية، ونخلي ابني بالمستقبل هو يعلمها لأجيال تانية. بالأخير هذا الواحد مثل ما بيزرع دائما بيحصد. أكيد رندا، دائما كمان بكل عائلة في شخص مؤثر، يعني الولد بيسمع كلمته لو كان إنه غريب عن العائلة، بس إنه بيسمع كلمته أكثر أكثر مثلا من المقربين الأم والأب. فكمان قديه هذا الشيء ممكن يأثر على سلوكه وتصرفاته للطفل؟ تماما، هو بيكون من خارج النطاق، يعني ما بيكون الأم والأب إلا اللهم إذا كان الطفل قدران يتماهى بطريقة صح بأهله وقدران يأخذهم هالقدوة وينمزجهم بطريقة مناسبة. غالبا بيكون العم أو الخال، العمة أو الخالة هي بتكون النموذج، لأنه شخص بيكون فعلا متوازن وحازم. نحن دائما الحزم والسلطة المتوازنة على الطفل اللي أنا بلعب معه وبشاركه نشاطاته وبكون خليكم سعيد ومبسوط لما يقضي وقت معي، بس بنفس الوقت أنا لما بقول لا فهو لا، أنا لما الشيء ما بيرضيني فأنا أكيد حيعطي رد فعل إنه خلص أنا هذا الشيء زعجني وحطيت هذا الحد. هون الطفل بيتعلق أكثر بهذا الشخص وبصير بيحاول يكون هو قدوته. مستحيل يكون الشخص اللي متسامح وبيسمح كل شيء يعمله الطفل يكون هو القدوة. ما حيفقد هاي الهيبة، حيفقد هاي المحبة اللي حيقول، ما حيقول الطفل إنه أنا بس لأكبر بدي يصير مثل ماما أو مثل بابا. ما بيقول لا، إذا كان متوازن الشخص اللي عم بيتماهى فيه ويكون في عنده حد متوازن بين الشدة والتسامح الدائم. رندا، يمكن من الشغلات الطريفة يلي عن تجربة خلينا نحكيها، الطفل عنده قدرة كتير كبيرة إنه يدرس الشخص اللي قدامه، يحفظ طباعه، يعرف هذا الشخص أبو الـ A وهذا الشخص أبو الـ لا. تماما. هذا الشيء قد إيه يمكن نحن بنقدر نضغط على حالنا كتير أوقات لحتى نورجي الطفل إنه مو كل شيء مسموح، ونورجي الطفل بنفس الوقت إنه مو كل شيء لا، في أسباب ومبررات لكل شيء نحن عم نعمله. أنا بعطي خد على الأم أحيانا وغالبا بتكون الأمهات إنه أنا هالمرة ما بسمح له، بس بعد شوي إنه خلص حرام بزعل عليه إنه حرام بكي. فأنا بقلها دائما لما أنت لحتى ما تحكم مشاعرك فيكي وتشغلي تفكيرك يكون موضوع منطقي مو عاطفي، اكتبيها وعلقيها لك وقولي انه شوف انا كتبت انه من هون للساعة مثلا ما في موبايل. فانا قلت بكتبها كل ما هيك بيرق قلبها فهي بتطلع عليه خلص تتذكر. بتعرف دائما نحن ندلل صح، هاي الكلمة بقولها دائما كرري، انا بدي دلل ابني صح. لما انا منعته هو دلال، ولكن هذا دلال حيعطيه سلاح جيد للمستقبل. وقيسي بقى على كل التفاصيل الحياة. أكيد يا رندا، يعني معلومات كتير مهمة ويمكن تفاصيل صغيرة بحاجة إلى كل أم حاليا بالتعامل مع أولادها مع شخصيات متعددة من الأولاد. الله يعين الأمهات. أكيد بنتمنى لك يوم كتير حلو مليء بالخير والإنجازات. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك رندا، وعدد الكبير يلي لك في هذه الحياة على كل نصيحة عم تعطيها لكل أم. أولا أنا شكرا لك رندا.